أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، ونستهلها بالعناوين. ولد الشيخ يعقد اجتماعا مع وفد الميليشيا لمناقشة الضمانات التي يطالب بها الجانب الحكومي. معارك مستمرة في عدد من المواقع بحيفان تعز عقب سيطرة المقاومة على مناطق عدة. مقتل 4 من عناصر الميليشيا وإصابة آخرين في كمين للمقاومة الشعبية في محافظة إب. أهلا بكم. عقد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم اجتماعا مع وفدي الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام جناح المخلوع. وأفادت وكالة الأنباء الكويتية كونا أن ولد الشيخ ناقش مع وفد الحوثي وصالح عددا من القضايا السياسية والأمنية والإنسانية المطروحة في جدول الأعمال، كما تطرق اللقاء إلى الضمانات التي يطالب بها وفد الحكومة المتعلقة باعتراف الميليشيا بشرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 22/16. إلى ذلك قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إنه حان وقت القرارات الحاسمة التي على ممثلي الأطراف اليمنية اتخاذها للخروج بحل للأزمة. وأكد ولد الشيخ في كلمته خلال افتتاح الجولة الثانية من مشاورات الكويت أن القرارات المنتظرة سترتكز بشكل رئيسي على قرار مجلس الأمن 22/16 والقرارات ذات الصلة ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليته التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأشار ولد الشيخ إلى أن المشاورات ستركز خلال الأسبوعين على تثبيت وقف الأعمال القتالية بشكل كامل وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية وتشكيل لجان لتسليم السلاح وفتح الممرات وإيصال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين. من جانبه قال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن الحكومة تمد يدها للسلام من أجل استعادة الأمن والاستقرار في اليمن ووقف نزيف الدم. وأكد وزير الخارجية أن هذه المشاورات هي الفرصة الأخيرة لمناقشة تنفيذ المرجعيات والاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة والدول الراعية، وأن الوفد الحكومي جاء إلى الكويت لمناقشة المرجعيات المتفق عليها. كما أكد أن الوفد الحكومي ملتزم بالسقف الزمني للمشاورات والمحددة بأسبوعين، آملا ألا تضيع في نقاشات خارج إطار جدول الأعمال. وفي السياق ذاته قال عضو وفد الحكومي عبد العزيز جباري إن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قدم ضمانات مكتوبة بالالتزام بالمرجعيات وبعدم التطرق إلى أي قضايا أخرى. وأضاف جباري في تصريحات صحفية أن الوفد تلقى ضمانات مكتوبة بأن المشاورات المقبلة سيتم خلالها الالتزام بالمرجعيات وسينحصر النقاش في الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا وفي تسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة. وأوضح جباري أنه لن تتم مناقشة خارطة الطريق التي أعلنها المبعوث الأممي في ختام الجولة الماضية من المشاورات. ميدانيا سيطر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على تبة الزبير المطلة على جبل الأشحر في مديرية صرواح بمحافظة مأرب،
وأفاد مراسل قناة بلقيس أن الجيش استطاع السيطرة أيضا على تبتين مطلتين على الجبل بعد هجوم شنه بإسناد من طائرات التحالف. وأضاف مراسلنا أن عددا من أفراد الميليشيا قتلوا خلال المواجهات، فيما أسر 5 آخرون. هنا يبدو القتال مختلفا تماما، ليس فيه محاكاة لمشاهد سينمائية، بل هي معركة حقيقية، فالمقاتل يستطيع بوضوح أن يحدد هدفه، وقد أصبح القتال وجها لوجه. أما الحسم فهو في صالح من يطلق أولا. وهنا هذه هي تبة جبل النضارة المطلة على مدينة صرواح شمال شرقي محافظة مأرب، حيث استطاعت المقاومة الشعبية تخليصها من سيطرة الميليشيا التي أجبرت على الفرار بعد مصرع العديد من عناصرها، لتصبح مدينة صرواح المعقل الأخير لقوات المخلوع والحوثي في محافظة مأرب في مرمى نيران قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. تم اقتحام حقة أبو الزبير وتطهيرها من الحوثة، وإحنا الآن مطلين على مدينة صرواح، وعتاد مدينة صرواح أمامكم. منذ تحرير المحافظة والميليشيا تستميت في الحفاظ على آخر معاقلها، إلا أنها تجبر على التراجع يوما بعد آخر نتيجة إصرار المقاومة على تطهير ما تبقى من المناطق. تكمن أهمية صرواح بالنسبة لقوات المخلوع والحوثي أنها تقع في خاصرة الجيش الوطني الذي استطاع مواصلة تقدمه خلال الأشهر الماضية حتى أصبح على تخوم العاصمة صنعاء. وصلت إلى محافظة الجوف تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، وبحسب مصادر عسكرية فإن التعزيزات تتبع اللواء 9 مشاة، وسوف تشارك في معركة تحرير محافظات الجوف صعدة وعمران. ووفقا للمصادر فإن التعزيزات العسكرية تتكون من عدة كتائب ومعدات عسكرية، فيما ستصل قوات أخرى استعدادا لخوض معركة تحرير المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا. إلى ذلك شنت طائرات التحالف غارات على مواقع للميليشيا في وادي الأحجل شرق مديرية المصلوب. على صعيد متصل استشهدت امرأة إثر انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا في إحدى مناطق محافظة الجوف. وقال المركز الإعلامي التابع للمقاومة الشعبية إن المواطنة سعادة أحمد ذيلان استشهدت في انفجار لغم أرضي قرب منزلها في مديرية المصلوب غربي المحافظة. سقط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي والمخلوع جراء معارك مع المقاومة وغارات للتحالف العربي في تعز. وقالت مصادر محلية إن التحالف استهدف بغارات عدة تعزيزات للميليشيا كانت متجهة إلى جبال كهبوب القريبة من باب المندب. إلى ذلك صدت قوات الجيش والمقاومة هجوما للميليشيا في حي الزهراء شرقي المدينة، وآخرا في محيط السجن المركزي بالضباب غرب المدينة، فيما قتل أحد أفراد المقاومة وأصيب 9 آخرون. وفي السياق ذاته أطلقت ميليشيا الحوثي والمخلوع صاروخا على مديرية باب المندب التابعة لمحافظة تعز. وقالت مصادر عسكرية إن صاروخا يعتقد أنه من نوع تشكا سقط في منطقة خالية من صحراء باب المندب ولم يسفر عن سقوط ضحايا. إلى ذلك تدور معارك عنيفة بين قوات الجيش المسنودة بالمقاومة وبين ميليشيا الحوثي والمخلوع في جبال كهبوب. وفي مديرية حيفان في تعز تدور معارك مستمرة بين قوات الجيش المسنودة بالمقاومة وبين الميليشيا في مناطق تابعة لضبي أعبوس وتبت الكولا والمنشارة. وأكد مراسلنا اتساع المواجهات بعد محاولة الميليشيا استعادة بعض المواقع العسكرية. منتصف القرن الماضي كانت حيفان تشيد أول مدرسة في الجمهورية، أطلق عليها آنذاك اسم مدرسة الحرية في إشارة إلى إزدال الستار على عهد التخلف والرجعية والظلام. واليوم تستقبل المديرية المغدورة الميليشيا التي تحاول ضرب كل ما تراكم بفضل ازدهار التعليم لعقود خلت بعد أن اشتهرت هذه المديرية والمديريات المجاورة شرق محافظة تعز بمخرجاتها من الكوادر والكفاءات في مختلف العلوم،
كل ذلك لم يشفع لهذه المناطق أن تجنبها الجماعة الإنقلابية سعار حربها، بل دفع إليها الحوثيون بمجاميع من عناصرها بقصد مواصلة مشروع السيطرة أو الحرب. فكان الخيار الأخير بالنسبة لأبناء المنطقة المنضوين في صفوف الجيش الوطني خوض القتال ضد الجماعة الإنقلابية. هنا في قرية ضبي أعبوس، حيث واحدة من جبهات المديرية المشتعلة، تؤكد مصادر أن الجيش سيطر على قرى المنطقة بالكامل بعد معارك عنيفة شهدتها المنطقة خلال الأيام السابقة، ولم يتبقى سوى موقع تبة المنشارة الذي يدور حوله القتال بمختلف أنواع الأسلحة. في سياق آخر، نظم عدد من أبناء مدينة تعز المحاصرة وقفة احتجاجية في شارع جمال لإسناد العملية الديمقراطية ورفض الانقلابات العسكرية، وأكد المحتجون استمرار النضال لإسقاط الانقلاب على السلطة الشرعية الذي يبدأ بتحرير تعز من ميليشيا الحوثي والمخلوع كخطوة رئيسية في طريق استعادة الدولة واسترداد إرادة الشعب. وأضاف المحتجون أن النجاح الذي حققه الشعب التركي برفضه للانقلاب يعطي حافزاً للشعب اليمني لمواصلة نضاله ضد الانقلابيين ولاستعادة الدولة. قتل 4 من عناصر الميليشيا وأصيب 6 آخرون في هجوم شنته المقاومة الشعبية في محافظة إب، وأفاد المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية باستهداف إحدى العربات العسكرية للميليشيا في منطقة عثارب في النجد الأحمر التابعة لمديرية السنياني. أقر اجتماع عقده محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي تشكيل مجلس اقتصادي للتغلب على الأزمات الاقتصادية، وأكد المحافظ الزبيدي في الاجتماع مع مدراء المكاتب التنفيذية أن المجلس سيعمل بشكل دائم على حل الأزمات الاقتصادية وتحسين الدخل الإيرادي، وتطرق الاجتماع لمناقشة إدارة العمليات الاقتصادية والتنموية في العاصمة المؤقتة عدن ولإيجاد الحلول لها والعمل على الحد من تفاقمها. هذا ودشنت في عدن المرحلة الأولى من إعادة بناء وإعمار المباني المدمرة جراء حرب الميليشيا على المدينة، وبدأت المرحلة الأولى في مديرية التواهي للمباني بالغة الضرر وبتكلفة مليوني دولار. مراسلنا آدم الحسامي والتفاصيل. عام مر والمواطن هاني العروسي يتجول في منزله المهدم منتظراً لجان الإعمار أن تبدأ المشاريع التي وعدت بها الحكومة والسلطة المحلية. انتظرنا موضوع الإعمار طويلاً يعني، وصبنا باليأس والإحباط. يعني الكلام السابق لم يلامس أذان المسؤولين ولم يصل إلى قلوبهم وإلى للنظر بمعاناة الناس. أعلنت قيادة محافظة عدن عن قرار البدء بمشاريع إعادة الإعمار 2 مليون دولار كمبلغ متوفر للجنة المكلفة. اللجنة المشكلة من إدارة المحافظة ومكتب وزارة الأشغال والصندوق الاجتماعي للتنمية قرر تخصيص المبلغ المرصود لمديرية التواهي كمنطلق لمشروع الإعمار نظرا لكونها المديرية الأقل تضررا والأنسب للمبلغ المحدود. معنا مبلغ 2 مليون دولار ونوزعه على 8 مديريات ويتشتت العمل ولا يكون هناك إنجاز واضح، لكن عندما نطرح المبلغ هذا في موقع محدد وفي عدد منازل محددة سوف يرى العمل وسوف يرى أنه بدأ الإعمار وسوف تأتي المنح. طبعا الحكومة وعدتنا بمبالغ أخرى، بخمسة مليون دولار من الصندوق الكويتي، بثلاثة مليون دولار من جهات مانحة أخرى. وبحسب السلطة المحلية فإن المرحلة الأولى من مشروع إعادة الإعمار ستستهدف المباني المهدمة كليا وبتكلفة 39 مليون دولار، فيما تبلغ التكلفة الكلية لبناء وترميم 11 ألف منزل، وستعلن لاحقا مناقصات التنفيذ لتتنافس عليها الشركات التجارية. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن. مستمرون معكم في النشرة من قناة بلقيس وفيها بعد الفاصل. مبادرة أهلية لتوزيع أكثر من 6 ملايين لتر من الماء على سكان تعز.
ولد الشيخ يعقد اجتماعا مع وفد الميليشيا لمناقشة الضمانات التي يطالب بها الجانب الحكومي. معارك مستمرة في عدد من المواقع بحيفان تعز عقب سيطرة المقاومة على مناطق عدة. مقتل 4 من عناصر الميليشيا وإصابة آخرين في كمين للمقاومة الشعبية في محافظة إب. أهلا بكم مجددا. اتهم وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح القوى الانقلابية بعدم التزامها حتى الآن بالوفاء بواجبها فيما يتعلق بالعمل الإغاثي الذي يعد أحد بنود القرار الأممي 2216. وقال فتح إن التصعيد الأخير من قبل الميليشيا يؤكد عدم مراعاتها الأخلاق الإنسانية وأن خروقاتها المتكررة تحول دون تنفيذ البرامج الإغاثية في مختلف المناطق. وأضاف فتح أن خروقات الميليشيا مستمرة حتى في ظل انعقاد مشاورات الكويت التي استمرت أكثر من 70 يوما. دشن المنتدى اليمني للمنظمة الأهلية مشروع سقي الماء في محافظة تعز، وقال المنتدى إنه سيوزع 6 ملايين لتر من الماء الصالح للشرب والاستخدام على أحياء المدينة ومستشفياتها. ويأتي هذا المشروع بسبب النقص الحاد الذي تعاني منه المدينة نتيجة انعدام المشتقات النفطية التي تعمل على تشغيل محطات التحلية والأبار. ودشن في هذا اليوم مشروع سقي الماء للمنتدى اليمني للمنظمات الأهلية، والذي سوف يوزع لجميع أنحاء المحافظة، محافظة تعز المحاصرة، ويشمل أكثر من 100 موقع في هذه المحافظة. هذا المشروع سيستمر بإذن الله عز وجل لمدة شهرين، وسيوزع فيه 6,600,000 لتر من المياه الصالحة للشرب ومياه الاستخدام أيضا. مشروع سقي الماء لمدينة تعز، والقائم على هذا المشروع هو المنتدى اليمني للمنظمات الأهلية الذي سيحاول أن يخفف عن آلام هذه المحافظة ومعاناتها بتوزيع المياه. وجه محافظ محافظة حضرموت أحمد بن بريك مدراء عموم مكاتب الوزارات والمؤسسات الحكومية والجمارك والمنافذ بإيقاف توريد الإيرادات إلى صنعاء. ووفقا لتوجيه بن بريك، فقد قضى بوقف توريد أي أموال من قبل السلطات المحلية في حضرموت إلى البنك المركزي الخاضع لسيطرة الميليشيا في صنعاء. وقال المحافظ إن جميع الموارد المالية الخاصة بحضرموت سيتم تحويلها لحساب بنكي خاص في المحافظة بفرع البنك الأهلي في المكلا. وفي السياق ذاته أكد بن بريك أن 60% من البلاغات والمعلومات الأمنية المقدمة من قبل المواطنين ثبت صحتها. وقال بن بريك في لقاء بعدد من القيادات المجتمعية إن تلك الجهود تساعد قوات الجيش والأجهزة الأمنية في القضاء على الإرهاب والحد من المخاطر الأمنية. أشيد بقطاعات الشعب اللي يتعاونوا معنا. إلى البارح أنا أستلم مكالمات عن تحركات مشبوهة يبلغوني مواطنين عاديين، هذا مش عادي، هذا يدل على أن الناس عندها متوحدة لوحدة جبهتهم الداخلية. 60% من المعلومات اللي تجينا صحيح، يعني أنا أقول لكم بهذه النسبة صحيح، وبالتالي يحصل 40% نحن نخطئ، واللي يشتغل صح لازم يخطئ. بجهود ايضا قوات النخبه، بجهود اجهزه الامن والاستخبارات والاستطلاع ودورها، لكن عندما يكون الناس بنفسه شاف كيس كده مربوط، ها ايش في ذا الكيس ده، كان مش موجود، ايش جابه هنا؟ فهذا نوع من الوعي الامني المجتمعي يسهم معانا. مع اقتراب انتهاء فصل الصيف تحل على سواحل مدينة المكلا ظاهرة طبيعية تعرف باسم نجم البلدة، تشهد خلالها مياه البحر ارتفاعا في درجات البرودة، ويستغل أهالي المدينة هذه الظاهرة في السباحة والاغتسال للعلاج من بعض الأمراض المزمنة خصوصا لدى كبار السن. مراسلنا محمد اليزيدي والتفاصيل.
وهبت رياح موسم نجم البلدة على سواحل المكلا منعشة إياها وحاملة معها آمال الأهالي بالخير والسلام. فما أن ينأ نجم البلدة حتى امتلأت السواحل بالأطفال وعائلاتهم والزائرين الذين يأتونها من كل ربوع البلاد للاغتسال والاستمتاع بمياهها الباردة. عندما نريد أن نتكلم عن البلدة فهي ظاهرة تأتي بعد حر شديد تمر به حضرموت، وللأهالي فيها طقوس وطرق، منها التسبح في البحار والتنفس مع الأهالي. ونجم البلدة هو أحد نجوم الخرف في حضرموت، تصاحبها ظاهرة طبيعية تميل فيها مياه البحر إلى البرودة الناتجة عن تأثرها بتيارات مائية باردة تنطلق من جوار القطب الجنوبي وصولا إلى مواقع معينة على بحر العرب. برودة شديدة وزيادة في الأملاح نتيجة ذوبان في فصل الصيف يذوب القطب الجنوبي في القطب الجنوبي الثلوج، فهذه التيارات تدفع تيارات هذه الذوبان. ويحرص الكثير من أهالي المكلا خصوصا كبار السن على الاغتسال في المياه الباردة في ساعات الصباح الأولى خلال موسم البلدة. خريون الكبار السن حقنا الشيوبة يتغسلون ويستفيدون منه ما شاء الله تبارك الله، يعني آلام الركب والفاصل والظهر. وليس كبار السن وحدهم من ينتظر هذا النجم للاستفادة من ظواهره، بل كذلك الصيادون الذين يعدونه أحد أفضل المواسم لاصطياد أفضل وأجود أنواع الأسماك. تأتي جميع الأسماك من الأعماق فتكثر، بالذات هذه النوع البياض، يقولون له البياض والأسماك القرش بالنسبة هذه كما نحن نقول أسماك الصخور تجيب كثرة أخرى على الشواطئ. ولأن نجم البلدة هو أيضا أحد نجوم الشتاء لدى العرب، فإن المزارعين قديما كانوا يعتمدون عليه كتوقيت لبدء الحراثة وتجهيز الأراضي الزراعية للاستعداد لموسم الشتاء المقبل. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا. إلى هنا تنتهي معكم النشرة من قناة بلقيس. نذهب إلى العناوين الرئيسية. ولد الشيخ يعقد اجتماعا مع وفد الميليشيا لمناقشة الضمانات التي يطالب بها الجانب الحكومي. معارك مستمرة في عدد من المواقع بحيفان تعز عقب سيطرة المقاومة على مناطق عدة. مقتل 4 من عناصر الميليشيا وإصابة آخرين في كمين للمقاومة الشعبية في محافظة إب. مشاهدينا، قدمنا لكم هذه النشرة من قناة بلقيس. نذكركم بإمكانية زيارة موقع القناة الإلكتروني وأيضا التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.